إذن مشاهدينا، فقرة سهم اليوم نتابع فيه سهم مكة للإنشاء. السهم كان قد وصل إلى 110 ريالات للسهم خلال جلسة هذا اليوم، هذا أعلى سعر له منذ 12 من مايو الماضي. حجم التداولات عليه هو 3 أضعاف المتوسط اليومي، في حين إذا ما نظرنا على مكاسب السهم في الجلسات الخمس الأخيرة فهو مرتفع بحوالي 11% تقريبا. الآن وسعها أو زادها إلى أكثر من 13% في الجلسات الخمسة الأخيرة. إذا ما نظرنا على أداء 30 يوم الماضية فنشهد بأنه مرتفع ب18% وأكثر، الآن وصل إلى 19%. وإذا ما وسعنا النطاق الزمني ل 12 شهر فمكاسب مكة تفوق 50%، هذا مقارنة طبعا بارتفاع مؤشر تاسي خلال 12 شهر الماضية البالغة قرابة 3%. ماذا عن المكررات؟ مكرر السعر إلى القيمة الدفترية لمكة للإنشاء يقف عند حوالي 3.8 مرات. أما مكرر الربحية التريلينج عن أرباح 12 شهر الماضية فيقف قريب من 47 مرة. عائد توزيعات النقدية للسهم يقف عند قرابة 1.4%.